السيد وزير الداخلية. السادة الحضور، يسعد قطاع الأمن المركزي أن يرحب بسيادتكم بقطاع أبو بكر الصديق أحد قلاع الأمن المركزي، لنشاهد معا نموذجا من مستوى إعدادي واستعداد قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية لإنفاذ القانون وسياسة الوزارة الأمنية لتأمين المجتمع، حيث تشارك بعض التشكيلات والمجموعات المتخصصة بالأمن المركزي لمواجهة الجريمة في أداء بعض السيناريوهات التدريبية العملية. والآن يتقدم قائد العرض للاستئذان ببدء العرض. سيناريو مواجهة عدائيات على أحد اللجان الانتخابية، تقوم على تأمين مجموعة من قوات الشرطة. وقد ورد إخطار بقدوم تجمعات أو تظاهرات غير قانونية من على يسار المنصة، وتحركت مجموعة قوة الأمن المركزة الاحتياطية الموجودة بمكان محدد بالمنطقة لتأمين الموقع. التفرق من شارع المنصورية وشارع الجمالية كلا ثلاثة هاي مليارات لتأمين مظاهرة غير مشرع عليها فتكون مخالفة للقانون. وبدأوا إشعال النار، والآن بدأوا إطلاق الملوتوف مع أعيرة نارية وشماريخ وخرطوم، إلا أن القوات تتعامل معها بالغازات المسيلة للدموع المخالفين لتقديمهم للعدالة. في نفس الوقت قد تم تأمين الناخبين والقضاة داخل اللجنة، ثم عاد الهدوء واستمر العمل باللجنة. وبعد فترة وجيزة ورد بلاغ آخر يفيد استقلال العناصر المسلحة لأحد السيارات بدون لوحات معدنية ستحاول التعدي على مقر اللجنة. وقد تم اختيار قوات الأمن المركزية الاحتياطية والتي دفعت بمجموعاتها، وها هي سيارة المعتدين عودته الأسلحة، ويتم تعامل مجموعات الأمن المركزي السائق بعد إصابة السيارة بطارات الكاوتش وتعطلها. تقدم مجموعات تفتيش السيارة وما بها مع التأمين